هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان يستمر التواصل الانطلاق التحدي في ميدان المرموم هنا على أرضية ميدان دستور انطلاقات الصغار حيث تسير وتتنافس هذه القمم تتنافس هذه الأسماء لنيل الفوز والانتصار بعدما شاهدنا 9 أشواط يسير شوطنا العاشر حاملا تحديات القعدان ونبدأ مع سلهود محمد بن خليفة بن سلطان المنصوري يحتل الآن المركز الأول المركز الثاني وصل الآن مشاهدي الكرام عقاب سيف بن طويرش بن اسماعيل الاجتبي اما المركز الثالث الان الوصول من الذيب عبد الله بن محمد بصغير المحاربي اما المركز الرابع وصل الان هناك الحصن سالم بن علي بن هديب المسعودي وصل الان وخذ المركز الرابع خلف المراكز هناك اسماء قويه واسماء مميزه مع سن الفطامين هذا الجيل الناشي بعد نهايه موسم حافل من الانجازات في ميادين السباقات مع الكبار نبدأ الآن لنسير مرحلة الصغار وسن الفطامين عودة إلى المركز الأول وعودة إلى عقاب من يستمر في توافده على صدارة الشوط يأتي مشاهدين الكرام سيف بن طويرش الاكتبي الآن محتلا صدارة الشوط لكن الذيب في المركز الثاني عبد الله بن محمد بصغير المحاربي الآن على المركز الثاني من سجل نقطة أيضا في الأسبوع الماضي وقبل الماضي الآن يتواجد على المركز الثاني معلنا عن حضوره معلنا عن كذلك عن تواجده في ملتقى هذا الشوط لكن الله يعقاب الذيب وعقاب الذيب وعقاب لا زال في التنافس الاخير الاخير الذيب يحاول ان ينتزع المركز الاول ولكن عقاب مستمر في خوض المعركه وبقوه الا ان الذيب مندفع الذيب يحاول الذيب يحاول وواصل وهناك زعفران عبد الله بن راشد بن عبد الله المزروعي لكن عقاب ينتزع المركز الاول المزروعي يحاول الا ان عقاب في اللحظه الاخيره في اللحظه الاخيره في اللحظه الاخيره عقاب تهانينا وناموس لسيف بن طويرش المنصور سيف بن طويرش يشتبي على الفوز بالمركز الاول المركز الثاني زعفران عبد الله بن راشد بن عبد الله المزروعي والمركز الثالث الذيب عبد الله بن محمد بصغير المحاربي وصل خذ المركز الثالث تهانينا وناموس توقيت الزمني ابو سلطان 2:14 ثانيه